بطولات الخمس بطولات لما تيجي تتكلم عنهم يا كريم هتلاقي ان تطور اللاعبين هو اللي وصلنا لكده، هو اللي وصلنا. كان هناك بعض الشك في الناحيه الهجوميه مثلا، ولكن احنا اتكلمنا عن الارقام لما كان احمد ثابت بيتكلم ان الارقام عاليه جدا في النواحي الهجوميه، ولكن التطور الواضح في وجود مدير فني يعرف كيف يطور اللاعبين هو السبب الرئيسي وجهه نظري في اللي احنا وصلنا. تعال اثبت كلام حضرتك بالارقام برضو من بطوله الدوري. بالنسبه لي واحده من النقط كان فيها تحول شديد في السنتين اللي فاتوا للسنه دي، لو معانا ارقام الارقام الجماعيه للفريق ككل في بطوله الدوري الممتاز، لو ممكن نستعرضها ونشرحها ببساطه ونبين قد ايه مارسيل كولر فعلا خد فرقه النادي الاهلي من حته لحته. كل امانه الارقام كلها على مستوى الفريق ككل من يعني احد مصادر الاحصائيه الكويسه جدا في النقطه الرسم دي. الرسم البياني؟ نعم لهم الرسم البياني، مش الرسم البياني، لا في معانا في كده ارقام كامله احنا كنا بالظبط. النادي الاهلي كابتن اسلام دي ارقامه في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي محقق 74% فوز من مبارياته بشكل عام. بشكل عام 24% للتعادلات و3% هو الهزيمه الوحيده اللي خدها قدام بيراميدز. الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي في مبارياته الاجماليه 2 1.9 يعني هدفين، ده رقم كبير جدا. طيب الاهداف المتوقعه في مرمى النادي الاهلي ربما تقترب من الواحد، وده طبعا رقم كويس. طيب في السكور في في قصدي 0.3 ده الاهداف اللي احنا ممكن نستقبلها، الاهداف برضو المتوقعه بنتكلم على 1.8 اللي هو برضو يقترب من هدفين. افريج اهداف النادي الاهلي في المباراه الواحده 2.2، ده رقم كبير جدا في بطوله محليه المفروض يكون فيها تنافس كبير. كلين شيت 68% من مباريات النادي الاهلي، يعني اكثر من 50% طلعنا كلين شيت. طيب نسبه الاستحواذ في مباريات النادي الاهلي كل ال 34 مباراه اللي لعبها في الدوري 57%. النادي الاهلي بيسدد في المباراه الواحده ما يقرب من 14 تسديده. طيب نسبه الفاولات اللي بتتحسب على النادي الاهلي 11 اللي بيتحسب ضده 10. بنتكلم على تطور كبير جدا، كل الارقام تقريبا ايجابيه للنادي الاهلي. معانا برضو صورتين لتوقيتات اهداف النادي الاهلي اللي بيسجلها واللي بيستقبلها، ونشوف ازاي مثلا هو مثلا كل 15 دقيقه. تعال نبص كده على اول شوط، هنلاقي النادي الاهلي في اول ربع ساعه احرز 13% من اهدافه. من الدقيقه 16 للدقيقه 30 احرز 19% من اهدافه. من الدقيقة 31 للدقيقة 45 أحرز 17% من أهدافه، يعني أنا أعتقد 17 و19 أدي حوالي 36 وكمان 13 أدي حوالي 49، يعني 50% من أهداف النادي الأهلي بيتم إحرازها بس. نعم؟ في التوقيتات الحاسمة يعني. وفي الشوط الأول كمان. تعال بقى نكمل كمان يا ناجي ونبص على الشوط الثاني، تلاقي إن حتى النادي الأهلي برضو اللياقة البدنية مكملة معاه، إن يعني من 46 60 ومن 41 75 مسجل 16. تعال بقى من 76 90 بلس 90 بتاع الاهلي 19 لا 19 ده يبين لك قد ايه ان ده واقف على رجلك وقادر انك تكمل. برافو عليك، ان انت السنه دي الحاله البدنيه بتاعتك مخلياك تلعب كل كوارتر بنفس تقريبا بنفس المستوى. طب تعال نبص على الاهداف اللي احنا استقبلناها برضو بنفس التوقيتات، كل ربع ساعه نبص النادي الاهلي في اول ربع ساعه استقبل 8% من الاهداف اللي تم استقبالها، اقصى مده عندنا في وجهه نظري اخر ربع ساعه في كل شوط. ليه؟ بتبقى انت على يقين النتيجه مريحه ليك، ما عندكش ازمه، جبت جون واثنين فمريح هو دي. لكن تعالى بص التركيز، اول الشوط الثاني صفر، النادي الاهلي بينزل الشوط الثاني من 46 60 في الدوري، بيتكلم في الدوري فقط، صعب جدا انك تحصل فيه اهداف. ليه؟ قمه التركيز من اللعيبه، من 61 ل 75 8% ومن 76 90 بتبقى ممكن بعض الاهداف زي ما قلت انت متقدم بثلاثه واربعه زي ما كان احمد سيد بيقول، فبالتالي مرماك بيستقبل هدف او اثنين. فكل الارقام يا كابتن اسلام بتثبت اللي حضرتك قلته في السؤال، ان في طفره للنادي الاهلي مع مارسيل كولر، واكيد لو ثابت اتكلم بقى على اللعيبه كافراد برضه الارقام الايجابيه دي هتنعكس عليهم.